أفردنا الآن هذا الخبر العاجل ووصول سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات لمطار العلمين الدولي في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام. إذن مشاهدينا الكرام، نقرأ لحضراتكم هذا الخبر العاجل، حيث وصل سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات لمطار العلمين الدولي في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام. إذن نقرأ لحضراتكم مشاهدينا الكرام هذا الخبر العاجل، حيث وصل سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات لمطار العلمين الدولي في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.